السلام عليكم أيها الطلاب والطالبات الأعزاء في القسمين العلمي والأدبي. This is Abdullah Faisal and welcome to today's episode of English Language Lessons. أهلا ومرحبا بكم إلى درس اللغة الإنجليزية لهذا اليوم. هنا 4.3 Learning to Cook. تعلم الطب درس الكتاب الطالب صفحة 26. سنقوم بشرح هذا الدرس والكلمات المتوفرة فيه وأهم ما فيه من حوار وقواعد مهمة. إذن نبدأ بسم الله. Learning to cook يعني تعلم الطبخ. من أهداف الدرس هو التعرف على المفردات المتعلقة بالطبخ، كذلك تعلم بعض العبارات التي تستخدم في الحوارات أثناء أو المحادثات أثناء الطبخ، وأيضا الخطوات المتبعة في عمل ذلك. نبدأ بشرح أهم المفردات مع الترجمة. Learning اسم بمعنى تعلم. Interested in، انتبهوا هنا دائما على Interested يأتي حرف الجر in مهتم ب. Fish curry هذا اسم بمعنى curry السمك، مستمر تستخدم في الطب. Sounds هنا فعل بمعنى يبدو، الله له حرف الاس في حال المضارع. كلمة sound تأتي كاسم وكفعل، انتبهوا sound بمعنى الصوت وsound بمعنى يبدو، وهذه من الكلمات التي تتكرر في الاختبارات الوزارية إذا يرجى الانتباه لها. Ingredients مكونات اسم أيضا. Prepare يجهز أو يحضر هذه اسم أيضا. Onions البصل هنا اسم. Garlic go اسم أيضا. Peeled صفة بمعنى مقشر، مضاف لها أيدي. Chopped أيضا مضاف لها أيدي صفة بمعنى مقطع. نفس الشيء Crushed صفة بمعنى مهروس أو مسحوب. Clubs اسم بمعنى فصوص، مثلا garlic garlic cloves فصوص الثوم. dried lime ليمون مجفف. teaspoon هنا ملعقة شاي اسم بمعنى ملعقة شاي. spices بهارات اسم أيضا. support suppose يفترض أو يعتقد اسم فعل بمعنى يفترض أو يعتقد. mixture اسم بمعنى خليط ومزيج. turmeric هذا مادة الكركم الصفراء التي تستخدم في الطب اسم أيضا. chili فلفل حار اسم أيضا. powder بسبوك اسم أيضا. ginger زنجبيل اسم. bowl صحن اسم أيضا. juice اسم بمعنى عصير. fried بدا ينجي هنا اسم بمعنى القلي. pepper ميبار اسم أيضا. هنا الفرق ما بين الشيلي هذا الفلفل الحار والبيبر البيبر العادي الكبير الحجم. salt اسم بمعنى الملح. simmer فعل بمعنى يطبخ على نار هادية، هذه الكلمة تكررت كثيرا في الاختبارات الوزارية في سؤال عبارة عن اختيار متعدد لتوضيح معنى الكلمة. boiling يغلي أو غلي أو سلق اسم أيضا. golden brown لون بني ذهبي. sauce اللي هي الصلصة أيضا اسم. كانت هذه هي جميع الكلمات في هذا الدرس. نبدأ الآن بشرح الدرس. learning to cook يعني تعلم الطبخ. James is interested in learning to cook. His mother teaches him how to make a fish curry. James هو مهتم بتعلم الطباخة. تعلمه والدته كيف يطبخ كاري السمك. تبدأ المحادثة بين جيمس وأمه. James, what are you doing, mom? ماذا تفعلين يا أمي؟ Mother, I'm making a fish curry.
إنني أصنع وأطبخ مكعر السمك. إذا ننظر الآن كيف نسأل عن مكونات الطبق. إذا قد يأتي هذا أحد الأسئلة، الاختبارات الوزارية خاصة للطلاب التابعين لوزارة التربية في عدن يأتي بهذا الشكل، أنه تأتي بعض المحادثات ومطلوب إكمال الفراغات فيها، كما أتت من هذا الدرس بعض الفراغات وبعض الأسئلة لإكمال الفراغات في الاختبارات الماضية أو في السنوات الماضية. That sounds good and these are the ingredients. يبدو ذلك جيدا وهذه المكونات. Mother, yes, I always prepare them before I start cooking. نعم، أحضر المكونات عادة قبل أن أبدأ بالطبخ. James, so that is fish and tomatoes and onions and that's garlic, isn't it? إذا هذا السمك والطماطم والبصل وذلك الثوم، ليس كذلك؟ كل هذه الأسئلة تستخدم للسؤال عن المكونات. نأتي إلى تسمية المكونات. Name the ingredients. Mother, yes, two peeled and chopped tomatoes, two chopped onions, and three crushed cloves of garlic. كلمة مهمة شرحناها سابقا. الأم قالت نعم، حبتين من الطماطم المقشرة مقطع، بصلتين مقطعة، وثلاثة فصوص من الثوم المسحوق. جيمس، what's that round brown thing؟ ما ذلك الشيء الدائري البني اللون؟ Mother, it's a loamy, a small dried lime. إنه لومي، أي ليمونة صغيرة مجففة. James, and those other things, they are spices, I suppose. أولئك الأشياء الأخرى أعتقد أنهم بهارات. Mother, yes, two teaspoons of baharat. That's a mixture of spices. نعم، ملعقتين من البهارات. إنه مزيج من البهارات. And a half teaspoon of turmeric. Half a teaspoon of chili powder and quarter of teaspoon of ground ginger. نعم، ملعقتين من البهارات، مزيج من البهارات أيضا هذا، نصف ملعقة من الكركم ونصف ملعقة من مسحوق الكركم الحار، ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون. جيمس، what's in this bowl؟ ما الذي في هذا الصحن؟ Mother, lemon juice, about one teaspoon. عصير ليمون تقريبا ملعقة واحدة. James, anything else? أي شيء آخر؟ Mother, oil for frying and of course salt and pepper. زيت للقلي بالطبع ملح وبيبر. هنا عند السؤال عن الطريقة. Ask about method. أي طريقة تحضير الطعام. James, so those are the ingredients. How do you actually cook the curry then? هنا السؤال. إذن أولئك المكونات، لكن كيف تطبخين الكاري؟ Describe method. هنا وصف الطريقة بهذا الشكل. Mother, first, طالما قلنا وصف الطريقة، إذن هناك عدة خطوات. تبدأ بأولا ثم بعد ذلك لاحقا أخيرا وهكذا. First you fry the onions and garlic. أولا تقلي البصل والثوم. Then you add the spices and fry for a further 2 minutes. ثم تضيف البهارات والقلي لمدة دقيقتين باقية. Next you add the tomatoes. بعد ذلك تضيف طواطم، لومي، ليمون جوز، سولت اند بيبر، ليمون مجفف، عصير ليمون والملح والبيبر. After that you cover the mixture with water and simmer for 15 minutes. بعد ذلك تغطي المزيج بالماء وتحركه لمدة 10 دقائق، عفوا لمدة 15 دقيقة 15 minutes. James,
What about the fish? وماذا عن السمك؟ إلى الآن لم نتحدث عن James. What about fish, mother? While the mixture is boiling gently, you fry the spices of fish. بينما يغلي المزيج على نار هادية، أنت قم بقلي قطع السمك. طبعا هذه قاعدة سنشرحها لاحقا. While تتبع while، لكن هنا while مع المضارع المستمر وليس مع الماضي المستمر التي شرحناها سابقا، وسنعرف ما هو الفرق بينهما أيضا. James, for how long? How long for? لمدة كم؟ Mother, until they are golden brown. Then you put the fish into the sauce and simmer for a further 15 minutes. And that is it. Fish curry. إذن حتى يصبح لونها بني، ثم تضع السمك في الصلصة تحركه 15 دقيقة إضافية. هذا كل شيء، هذا هو كاري السمك. هذه الخطوات مهمة. Rest, next, then, after that, finally. يرجى مراجعتها وتحدثنا عنها سابقا. كان هذا هو شرح لهذا الدرس، وهذا كاري السمك. أتمنى أن تجربوا طباخته لمعرفة هل ستحصلون على وجبة مرغوبة أو لا. Please try to follow the instructions and make like this dish. أتمنى متابعة التعليمات وطبخ مثل هذه الوجبة. ننتقل الآن إلى حل بعض التواريخ المهمة في كتاب الواجب المتعلق بهذا الدرس. Page 43، صفحة 43 من كتاب الواجب. Exercise A 3PB page 26 and write short answers to these questions. اطلب قراءة هذا الدرس وكتابة إجابات قصيرة لهذه الأسئلة. What are ingredients؟ ما هي المكونات؟ هي عبارة عن things you use in cooking، أشياء تستخدم في الطبخ. Number 2، When does James mother prepare the ingredients؟ متى تحضر أم جيمس المكونات؟ Before she starts cooking، قبل أن تبدأ الطبخ. Question number 3، What does she do with the tomatoes؟ ماذا تفعل بالطماطم؟ She peels and chops them، تقوم بتقشيرهم وتقطيعهم. Number 4، What does she do to the cloves of garlic؟ ماذا تفعل بخصوص الثوم؟ She crushes them، تقوم بهرسهم. Number 5، How many spices does she use؟ كم مقدار البهارات التي تستعملها؟ She uses 4 spices، 4 من أنواع البهارات تستخدمها. Number 6 here، What does she fry the ingredients in؟ يتقلي المكونات في ماذا؟ In the oil، بالزيت. Number 7، Which ingredients go in first؟ أي من المكونات تبدأ بها أولا؟ Onions and garlic، طبعا البصل والثوم. Number 8، What goes in next؟ ماذا يأتي لاحقا؟ Spices، البهارات. Number 9، The word simmer means، طبعا هذه أتت بهذا الشكل من أحد الاختبارات الوزارية أو أكثر من اختبار تكررت بهذا الشكل تماما، اختيار متعدد لمعنى كلمة simmer. ما معنى كلمة simmer؟ هي تعني fry، يقلي. Boil gently، يسلق أو يغلي على نار هادية. Grill، يشوي. طبعا هذا الخيار الثاني هو الخيار الصحيح. Simmer كما قلنا يغلي على نار هادية. Number 10 here، For how long does she fry the pieces of fish؟ هي تقلي قطع السمك لمدة ماذا؟ كم المدة؟ Until they are golden brown، حتى يتحول لونها إلى بني ذهبي. ننتقل إلى exercise C. Use the flow chart to tell your partner how to cook scrambled eggs. هنا مطلوب باستخدام الفلوت شارت هذا
اللي هو المخطط الانسيابي، كما شرحنا سابقا انه احيانا يمكن ذكر الخطوات على شكل مخطط انسيابي او ذكرها على شكل او بهذا الشكل اولا ثانيا ثالثا، لكن هنا المطلوب انه يجب ان تستخدم هذا الفلوتشارت او المخطط الانسيابي لكي تخبر صديقك في كيفية طباخة السكرامبل إيكس، يعني البيض المشكل بهذا اللون. طبعا الانجريدينتس هي مكونات هي إيكس بيض 3 for each person، 3 حبات لكل شخص، باتر زبدة، ملك حليب، salt and pepper ملح وبيبر. هنا قال هي pan، ستقول first heat a pan، أولا قم بتسخين القدر. Melt butter. Next, melt the butter. توسع الجملة عشان تضيف العبارات والأدوات. بعد ذلك قم بتذويب الزبدة. Add milk. Then add the milk. ثم أضف الحليب. Break eggs into pan. Next, break the eggs into the pan. لاحقا قم بتكسير البيض إلى داخل الصحن أو إلى داخل القدر. Cook for 5 to 6 minutes. Then cook for 5 to 7 minutes. هنا موجود 6 دقائق لتكون 5 to 6 minutes. ما خطأ في الطباعة. إذن بعد ذلك قم بالطباخة من 5 إلى 6 دقائق أو من 5 إلى 7 دقائق. Stir eggs. After that, stir the eggs. بعد ذلك قم بتحريك البيض. Add salt and pepper. Finally, add salt and pepper. أخيرا قم بإضافة الملح والبيبر. هذه الخطوات تسير بهذا الشكل. First, next, then, next, then, after that, finally. إذا تكررت أكثر من خطوة نظل نكرر next, then, next, then. وبعد ذلك قبل الأخير نقول after that. بعد ذلك وأخيرا نقول finally. إذن كان هذا هو آخر تمرين في هذا الدرس بكتاب الواجب. أتمنى أن تكونوا استفدتم من شرح هذا الدرس. أتمنى التركيز على الأسئلة هنا والكلمات التي أوردناها وأيضا تمارين الواجب في هذا الدرس. Thank you very much my dear students. Wish you all the best. Welcome to another episode of English Language Lessons. أراكم في درس قادم بإذن الله. This is Abdullah Faisal. All the best.